لا جديد يذكر أو يقال أمام عظمة مصر والمصريين في تنظيم المحافل الرياضية الدولية، والتي جاء آخرها تنظيم كأس العالم للخماسي الحديث، تنظيمية لاقت مصر احتفاء وإشادة من البعثات المشاركة في البطولة وتوجيه شكر من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث على استضافة وإنجاح بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو في ظل جائحة كورونا. ملاعب استاد القاهرة الدولي كانت شاهدة على منافسات البطولة في الفترة من 8 إلى 14 من يونيو الجاري، وشاهدة على مواصلة نجاح مصر في تحدي الصعاب بحسن التنظيم. تنافسية لم يقتصر النجاح على التنظيم، بل نجح أبناء مصر من لاعبي المنتخب الوطني وهم أحمد الجندي في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فرد الرجال ليتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو، بينما اقتنصت مصر أيضا الميدالية البرونزية للفرق بعدما جاء الفريق المصري المكون من أحمد الجندي وإسلام حامد وأحمد أشرف في المركز الثالث، كما جاء أحمد أشرف في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية منافسات فرد الرجال ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي. وشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وكانت البطولة هي الأهم في مشوار التأهل لأولمبياد طوكيو، حيث صعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد، كما أنها المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات، وهو دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. الحقيقة مصر بتواصل إبهار العالم كله بتنظيمها للعديد من المحافل الرياضية الدولية، وكمان بتنافس في منتهى القوة على ميداليات من كل الأشكال، وطبعا ده شفناه من خلال العديد من البطولات اللي استضفناها في الشهور القليلة الماضية، آخرها بطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة لأولمبياد طوكيو. طبعا تنظيم كان على أعلى مستوى بشهادة الجميع، كل الناس أشادت بيه، وكمان عدد كبير من لاعبتنا تأهلوا بالفعل لطوكيو، ومعانا أحد الجنود في نجاح هذه المنظومة، منظومة الخماسي الحديث في مصر، الكابتن هاشم ياسين المدير التنفيذي لاتحاد الخماسي الحديث. صباح الفل على حضرتك، مليون مبروك يا فندم. الله يبارك في حضرتك، ويعني احنا ما كانش هيحصل ده إلا لو كان في دعم من كل الناس في الدولة، والناس كلها كانت الحقيقة يعني معانا وبتشجعنا، اللي ما كانش قادر يحضر الحمد لله كان الناس كلها بتشجعنا بالتليفونات، عايزين حاجة محتاجين حاجة، فالأمور الحمد لله كانت ماشية على أعلى مستوى وعلى ما يرام، والحمد لله الحمد لله حققنا المراد من البطولة وطلع شكلنا كويس. الحمد لله تأهلوا الولاد عندنا، الحمد لله يعني مبروك. كله يعني it was great amazing مبروك علينا جميعا طبعا. وقبل ما نبدأ بقى بكل التفاصيل وكده، هنعرف أكتر عن أستاذ أو كابتن هشام، ليه نعرف عن حضرتك الأول أكتر عشان كمان الجمهور يبقى عارف، يعني إحنا دردشنا قبل الهوا مسيرة جميلة وسي في قوي، فبرضو الناس لازم تبقى عارفة. والله الحمد لله، أنا طبعا اسمي هاشم ياسين، أنا بشتغل في اتحاد الخماسي بقالي حوالي 2 سنين وشوية، قبلها كنت بشتغل بقى في الحته بتاعه الادفيرتايزنج وكده، كان عندي ايجنسي صغيره كنت بشتغل على الريل استيت اندستري، قبلها 17 سنه في شركه من اكبر شركات اتصالات في مصر، مش عايزه يعني اقول الاسم لو نقدر. لا مش لازم. مش لازم، بس كل الناس اكيد عارفاها يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني مسيره كويسه، وبحاول يعني أضيف لأي مكان بكون موجود فيه، والحمد لله ربنا بيوفق. المزيد ما بين الرياضة والاستثمار كمان كويس جدا، يعني لأن هو ده أو ده الغرض الأساسي أو التاني من الرياضة، أن أنت كمان تستفيد منها على الشكل الاقتصادي أو الاستثماري، فهو ده الفكر الجديد أو المستحدث، فأعتقد ده رائع. إحنا مصر دلوقتي فيها صحوة رياضية كبيرة على كل المستويات، بداية من وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية، الألعاب الفردية دلوقتي بقى الناس بتبص لها كويس، بقى بيشوف مجهود، بيشوف ميداليات، بيشوف إنجازات، فالحمد لله دلوقتي الرياضة تقدر تقول الرياضة المصرية على الطريق الصحيح، إن شاء الله هدفنا بقى الأسمى طوكيو، فدعواتكم جميعا. بمناسبة طوكيو عايزين نعرف من حضرتك عدد اللاعبين اللي تأهلوا بالفعل، وبالمناسبة احنا عارفين ان في هناك من اللاعبين من تأهل من خلال بطولة العالم، وفي منهم من تأهل من خلال التصفيات الإفريقية، ايه الفرق بين اللي تأهل من خلال البطولة دي او من البطولة التانية، زائد هل في بطولات اخرى هي كمان هتبقى بتؤهل لأولمبياد طوكيو؟
شوف في الحقيقة احنا عندنا اتنين لعيبة هايدي عادل وشريف نظير اتأهلوا بالبطولة الافريقية. اوكي. هو طرق التأهيل طبعا كتير جدا، بيبقى عند الناس فرص كتير علشان يقدر يتمرن ويأدابت. عندنا العاب رقمية فبتبقى محتاجة مجهود، محتاجة تمرين متواصل، محتاجة يعني محتاجة حاجات كتير جدا جدا يعني. فكان المنافسة كلها من خلال بقى بطولات العالم وكاسات العالم والكلام ده كله، بيكون عند كل لعيب فرصة ان هو يتأهل للأولمبيكس يعني. فاحنا الحمد لله تأهل من عندنا في البطولة دي احمد الجندي، هو بطل من طراز رفيع يعني، هو حامل الذهب أولمبيكس 2018 لليوث معاه سلمى ايمن، وبطل كاس العالم 19 وواخد فضة في كاس العالم 20 في الميكس ريلي هو سلمى برضو، كان اسلام حامد وهايدي واخدين الذهب. فاحنا عندنا الحمد لله الخماسي يعني، عندنا تيم حاجه تشرف عالمي يعني. حاجه يعني حاجه عالميه. فاحنا دلوقتي تأهل عندنا احمد الجندي واحمد اشرف كمان متأهل برضو تأهيل مباشر الحمد لله. طيب استاذ هاشم، خلينا نروح شويه لنقطه مهمه وهي التنظيم بصراحه، لان ما ينفعش تعدي كده يعني زي ما بيقولوا مرور الكرام، لا لازم نقف عندها، لان احنا بنشهد دلوقتي ولما نيجي نقيم مع احترامي شديد الدول المختلفه اللي يعني بتستضيف بطولات زي كوبا امريكا الاخيره، لسه كان معانا خبر خاص بشانها، كل يوم في اصابات جديده، اكيد احنا مش فرحانين بده، انا ما بتكلمش من منطلق ان احنا يعني بنشوف بنقارن، لا بس احنا لازم نتحدث ان مصر دلوقتي في مكان تاني خالص. يعني زمان كان في ناس يقول لك يا مصر تقدر تستضيف مثلا بطولة كبيرة ولا بطولة دولية، ده احنا نقدر وكمان نتميز، والواقع هو اللي بيقول كده وبالأرقام. ففكرة كمان الفقاعة الطبية يعني اللي احنا ابتكرناها، فكل ده حاجات او كل دي حاجات عايزين نروح لحضرتك فيه. هو الفقاعة الطبية دي عبارة عن سيستم بيتحط بيحدد طبعا مسيرة كل واحد بيقدر يتحرك في ايه مجال قد ايه، علشان نحافظ على اللعيبه ان احنا عايزين الدول تيجي عندنا بلعيبتها وترجع سالمين يعني. فالحمد لله الحمد لله يعني التنظيم كان زي ما حضرتك قلتي كده، كان على اعلى مستوى، كل الناس اللي كانت بتشارك، كل القائمين من الصغيرين لحد اكبر ناس في الدوله كانوا كين على الميداليه، وكانوا كين ان احنا نحقق ونتاهل، والحمد لله ربنا اكرمنا يعني. بس دايما احنا طبعا احنا انا مديري المهندس شريف العريان، هو رئيس اتحاد الخماسي وامين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، دايما بيقول للولاد ايه، علقت الميداليه خلاص شكرا فرحت شويه يلا اللي بعده اللي جاي يعني. ده فكر اهلاوي صديق طبعا يعني، اللي عدى خلاص عدى فرحنا بيه شويه، وعندنا بعد كده الميداليه والهدف الاسمى ان شاء الله. ودعواتكم، واحنا شغالين الحمد لله على قدم وساق. اللعيبه دلوقتي حاطه نفسها في سيلف بابل كده، هم عاملين لنفسهم بالونه، كل واحد عينه دلوقتي على الميداليه في الاولمبيات، وربنا يفرح مصر ان شاء الله كلكم موفقين. برضو عايزين نعرف من حضرتك، لان اكيد مش كل الناس عارفه تفصيله يعني الخماسي الحديث عباره عن ايه، برضو نعرف الناس اللي ما عرفهاش. الخماسي الحديث ده بدا من 1912 القصه يعني، كانوا محتاجين ان هم يعملوا مقاتل متكامل، بطل متكامل، رياضي متكامل. الخماسي الحديث بيشمل السباحة والرماية والفروسية والسلاح سيف المبارزة والضحية. أوكي. وبعدين احنا كان أوصى سيدنا عمر بن الخطاب، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فلما تلاقي الخماسي فيه تنوع بيخلي الإنسان عنده مالتي سكيلز كمان. كل حاجة يعني، ما هقول لك على حاجة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الليزر ران، الجري والرماية كومبيتيشن واحدة يعني، ده سبق واحد. الجري بيعلي الريت بتاع القلب والنبضات، الرمايه عايزه هارت ريت واطي، فان ازاي اللعيب يسيطر ان هو بيجري 800 متر ويقف يضرب خمس طلقات على هدف. وليه تم اختيار حاجتين متناقضتين يتلعبوا في اطار تسابقي واحد؟ طب هي لا، انا هحكي لك، دي من الحاجات اللي بتميز الخماسي الحديث، ان مش اي حد يقدر يكون عنده الكواليفيكيشن دي. الخماسي الحديث احنا بنركب اي حصان يعني، انت ما عندكش حصان واحد بتمرن بيه. اوكي. انت بتروح بتامبولا بتبقى اول ترتيب عام، بتاخد سحب يعني واسماء، بتسحب اسم الحصان، في عدد من الخيول انت بقى يعني دي تبقى اصعب من ركوب الخيل العادي طبعا لان انت طبعا بتبقى. هو الغرض ان انت لو في غابه، لو في حته حد بيعمل حاجه، مش هتختاري الحصان اللي تركبيه. أيوة. فتركب اي حصان 10 دقائق تتفاعل معاه، هتنط بيه كورس، يا اما تنجح بيه يا اما يجيب لك بينالتيز وكده.
واحنا عندنا طبعا دلوقتي مركزين جدا على الفروسية، وبنحاول يكون عندنا خيول كتير لعبتنا محتاجة علشان نحقق ميدالية. الفروسية من أهم الحاجات اللي بتساعد يعني. أكيد. بس لا رائع جدا. طيب خلينا برضو نروح مع حضرتك لفكرة هنا أولمبياد طوكيو، ويعني أكيد احنا بنأمل خير، بس لازم نكون عارفين برضو الاستعدادات. يعني خلينا نروح مع حضرتك وندي وجهة يعني فكرة للجمهور دلوقتي، احنا استعدادنا وصل لغاية ايه، ايه اللي بينقصنا، ايه اللي هنعمله، لان احنا نتمنى ان شاء الله برضو يعني نعود بميداليات كتيرة بإذن الله. طبعا احنا ما فيش شك ان احنا محتاجين نروح نلم الميداليات من طوكيو ونرجع. هو ده الغرض يا جماعه. حلوه حلوه نلم الميداليات. طبعا لان في ابطال كتير، طبعا مش بس الخماسي، في العاب كتير عندهم الحمد لله يعني ربنا اكرمهم وتاهلوا، وان شاء الله عندهم فرصه كبيره يحققوا ميداليات. عفوا هنا لو هناخد ارقام، التاهل في الاولمبياد دي من قبل المصريين في الرياضات المختلفه بلغه الارقام يختلف عن برضو اعداد قبل كده يعني. طبعاً. خلينا لأن نعرف الاولمبيكس هي اعلى 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 درجات البطولات يعني. المشاركه المصريه بقى تحديدا البطوله دي، احنا ما عندناش اولمبياد بتخلى من الرياضيين المصريين. لا انا بتكلم في المشاركه الاعداد يعني. لا أنا الاعداد اللي اقول لك طبعا دلوقتي، لان لسه المفروض يوم 15/6 البطولات كلها بتكون خلصت، والمفروض ان هم يحددوا بقى كل القائمه تكتمل وقتها يعني. والناس هتبدا تسافر ابتداء من 10/7. المفروض الفعاليات تبدا طوكيو من ان شاء الله 23. الخماسي الحديث ان شاء الله يعني عايزينكم تركزوا معانا شويه، هنلعب في اول اسبوع في 8. بتاخدونا معاكم طوكيو والله. يلا بينا. وهبص وهنملى لك الدنيا تشجيع. بس عايز احكي لك بقى على طوكيو. طوكيو كوكب مختلف يعني، عندهم الوضع اصعب بكتير. الموضوع لازم الناس تكون كلها ملتزمه بدرجه عاليه. ان شاء الله يبقى حدث كبير، وان شاء الله يكون لنا نصيب باذن الله. موفقين باذن الله. ان شاء الله. شكرا.